صباح الخير، صباح الجميل، صباح السعادة من مدينة تطوان. مرحبا بكم معنا في هذه الجولة السريعة اللي غادي نبداوها من وسط مدينة تطوان في اتجاه مدينة المضيق. مدينة تطوان هي مدينة رائعة، مدينة ساحرة. غادي ننصحكم واحد النصيحة، زوروا مدينة تطوان من غير شهر 7 وشهر 8، غادي تشوفوا الروعة ديالها، لأنك تكون مدينة خاوية، ما تيكونش الزحام، ما كيكونش الضغط في الطريق، حتى المحلات كتكون مخفية، حتى المناظر ديال البنايات ديال مدينة تطوان، حتى المناظر ديال الطبيعة ديال هاد المنطقة هادي كنشوفوهم على خاطرنا. درنا جولة في الصيف ودرنا جولة في الشتاء وقارنت بيناتهم. طبيعة الحال عشاق البحر راه غيبغيو يجيو في شهر 7 وشهر 8، ولكن عشاق الجمال غادي يبغيو يجيو غير هاد الشهور هادي. تيقوني ما غاديش تندموا على هاد الزيارة هادي اللي درتوها. وهاد الجولة الصباحية هادي كتنقلكم لشهر 4 وشهر 5، هكذا كتكون مدينة تطوان، هكذا كتكون خاوية، ما فيهاش البراني، فيها غير ناسها، غادي تتعرف عليها بشكل صحيح. ودابا نخليكم مع جمال وروعة المنظر ورحلة سعيدة.